السلام عليكم، نسبة راكم كاع ملاح وصحة لاباس. مرحبا بكم في كوزينكم كوزينات لوتي. اليوم جبتكم كيفية سهلة وسريعة وخفيفة خفيفة حتى في البطن، كيفية تصلح خاصة في شهر رمضان الكريم للسحور بار اكزومبل. تلمو راهي خفيفة، دونك هي مسفوف الجلبانة، دونك مسفوف بمكونين برك، السميد والجلبانة. هذا واش نديرو. الناس اللي يحبوا سالي سكري تقدروا تزيدوا حبيبات تاع الزبيب، اللي ما يحبوش كيما بحالي يديروا باك الجلبانه. وعيد الناس اللي يحبوا سالي سكري تزيدوا جلبان تزيدوا زبيب، يعطي نتيجه ما شاء الله بسم الله. دونك في اول مرحله درت بها، دونك في نفس القضاء وفي نفس الكسكس فورت الطعام تاعي، دونك زوج فورات. دونك لا دوزيام ايتاب، الناس اللي ما يعرفوش يفوروا الطعام تاعهم درت ديجا لا فيديو، دونك طياب طعام للمبتدئين، حوصوا برك في لاشين تاعي. دونك بريباري الكسكس بور لا فاصون بور وي لا فاصون بريباري الكسكس بور لي ديبيتون، راح تلقاوها ان شاء الله. وهنايا دونك نجوز الجلبانه، عندي دونك كميه، دونك هوليك كيلا من الجلبانه كيما تشوفوا، كيلا هذه انا خرجتها من الكونجيلاتور. مبتدئين اللي ما يعرفوش يديروا عينهم ميزانهم، دونك ديروا كيلو بالجلبانه تقابلها زوج كيلات تاع طعام، باش يكون الطعام والجلبانه يكونين متساويين كي تخلطوهم في زوج. دونك كيلو جلبانه زوج كيلات تاع طعام ولا كيلو ونص فوالا. دونك هنايا واش ندير، راح نزيد الملح، ولا اسهل ولا اخف الملح حسب كميه الجلبانه. نغطي على الكسكس تاعي ونخلي الجلبانه تاعي تفورن، عاد نتلاقاو باش نكملوا المراحل اللاحقه. بعد ما طابت الجلبانه تاعي شوفوا ما شاء الله طابت، هنايا راح نضيف الطعام تاعي والكسكس تاعي اللي فورته زوج فورات كما قلت لكم. ها هو الكيله الاولى، هانكيل اكسبري باش نوري لي المبتدئات. الكيله الثانيه زوج كيلات تاع طعام يقابلها كيلا من الجلبانه، اللي يحب يزيد زبيب زيدو زبيب وسي يعطي نتيجه ما شاء الله. نخليها تفور فوره وحده، ومن بعد نحطو في الجفنه تاعنا ونديرو، انا ندير زيت زيتون باسكو جو بريفير زيت الزيتون. اللي يحب يدير سمن ولا زبده ديرو كيما تحبوا، كل واحد يدير حسب المرغوب تاعو.